تصاعدت ضغوط عدد من دول الاتحاد الأوروبي لإعادة تصنيف سوريا كبلد آمن، متجاهلة بذلك تحذيرات المنظمات الحقوقية الدولية والتقارير الأممية عن المخاطر التي يواجهها اللاجئون السوريون العائدون قسراً إلى وطنهم. وأكدت التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية كهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أن العائدين إلى سوريا سواء أكانوا عائدين بشكل طوعي أو قسري يواجهون خطر التعذيب والاعتقال والاختفاء القسري، وغالباً ما يتم التعامل معهم كمشتبهين في ولائهم للنظام السوري. تأتي محاولة بعض الدول الأوروبية لتصنيف مناطق آمنة في سوريا لتخفيف أعباء اللجوء على أراضيها من دون مراعاة لتبعات هذا القرار على حياة السوريين. من باريس ينضم إلينا معتصم الكيلاني المحامي والمختص في القانون الجنائي الدولي. مرحبا بك معنا سيد معتصم. قانونيا كيف يمكن ترجمة هذا التجاهل من قبل الاتحاد الأوروبي لجميع التقارير والمنظمات الحقوقية التي تتحدث عن أن سوريا بلد آمن في ظل يعني كل ما يجري وكل عمليات الاعتقال وعمليات الاختفاء والتعذيب التي تتم بحق السوريين العائدين إلى بلدهم المسيطر عليها قوات النظام؟ تحياتي لك العزيزة ديما ولجميع الحضور. طبعا اليوم أكيد في خطر كتير كبير عم يواجه اللاجئين السوريين، وهو دعوات عديدة لبعض دول الاتحاد الأوروبي وخاصة من الدنمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج اللي عم تحاول تعيد إعادة تصنيف سوريا كبلد آمن. وهذا طبعا كله بيرجع بعيد الحسابات الدول الاتحاد الأوروبي بموضوع استقبالها للاجئين. طبعا اليوم اللاجئين العائدين قسرا من لبنان إلى سوريا في إعادة ترتيب جيو استراتيجي لطبيعة تصنيف سوريا بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي. وبالأمس كان في لجنة بالبرلمان الأوروبي بعد طلب إيطاليا وإلحاح إيطاليا إعادة تصنيف سوريا كبلد آمن، بالإضافة لإعادة التطبيع مع النظام السوري. وطبعا هاي اللجنة تشكلت لحتى ترجع تشوف العلاقة أو مدى استجابة الحكومة السورية بالتحديد لاستقبال اللاجئين السوريين. طبعا بتاريخ 18 المفوض السامي للاجئين زار دمشق وطلب بشكل شخصي من بشار الأسد عدم اعتراض أي لاجئ سوري. ومع كل ذلك طبعا ما زالت الانتهاكات مستمرة، عندنا منظمات دولية عديدة سجلت انتهاكات، وصلت هذه الانتهاكات لتعذيب بحق اللاجئين وعمليات إخفاء قسري. والمراد منا أنه النظام السوري لا يريد هؤلاء اللاجئين، لا يريد السوريين أن يعودوا إلى وطنهم، مش لأنه هو مش بس حابب استقبال السوريين أو لا، لأنه الدولة السورية أو الحكومة السورية غير قادرة على استقبال اللاجئين. فهو اليوم باعتقاده الشخصي أنه سوريا المفيدة هي فقط سوريا، هي المناطق اللي هو سيطر عليها وبسط سيطرته عليها ومارس كل الانتهاكات وما زالوا مستمرين تحت حكمه. لا يريد على الإطلاق عودة السوريين إلى سوريا، وهو اليوم مثل ما عم نشوف عم يمارس هذا العمليات الابتزاز اللي وصلت حتى الابتزاز مالي كتير كبير مع دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج لإعادة السوريين. ومع كل ذلك مع كل الوعود اللي هو قطع على نفسه، ما زال الأجهزة الأمنية عم تمارس تلك الانتهاكات لبث الرعب لدى السوريين لاتخاذ قراراتهم بعدم العودة إلى سوريا. بالتالي ما هي مواقف المؤسسات القضائية الأوروبية من قرارات كهذه، وما سيخلفه من ربما عمليات للترحيل للاجئين؟ طبعا لليوم نحن في عنا خطين جدا هامين. الخط الأول هو القضاء المحلي بدول الاتحاد الأوروبي، في حال وجود أي عملية ترحيل
قصرية لأي لاجئ سوري على السوريين اللجوء للمحاكم الإدارية للطعن بهي القرارات، لأنه نحن اليوم في عنا اتفاقيات دولية وفي اتفاقيات أوروبية بتحكم وبتلزم الدول الأوروبية بعدم الإعادة القسرية، لأنه لليوم إلى الآن لا يوجد هناك تصنيف واضح مرتبط في سوريا الآمنة. والنقطة الثانية هو القضاء الأوروبي. اليوم عنا كمان خطين بالقضاء الأوروبي، الأول هو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اللي هي يوما من الأيام منعت بشكل مباشر ووقفت بوجه القضاء ببريطانيا اللي قرر نقل اللاجئين لدولة ثالثة اللي هي رواندا، وهو منع يعني منع عمليات الترحيل ووقف بوجه القضاء البريطاني. وعندنا الخط الثاني اللي هو المحكمة الأوروبية، محكمة العدل الأوروبية اللي هي بتراقب مدى تنفيذ دول الاتحاد الأوروبي للاتفاقيات الأوروبية والدولية الملزمة باتباعها. لذلك اليوم بوجود أي عملية ترحيل أو عدم إصدار أي قرار بالموافقة على اللجوء بوضع مثل ما صار لحنا عنا خلال الشهر الماضي أحد السوريين المقيمين في النمسا، صدر قرار بمنع إعطاء اللجوء، والسبب كان أنه اعتبروا دمشق هي مدينة آمنة، وبالتالي يجب على هذا الشخص توجه للقضاء الإداري للطعن بهذا القرار، وبعد استنفاذ طرق التقاضي المحلية يجب عليه الانتقال إلى القضاء الأوروبي اللي هو صحيح. وبالتوازي مع ذلك سيد معتصم، هنالك ضغوطات إيطالية، وعلى ما يبدو أتت بنتائج هذه الضغوطات الإيطالية تحول في التوجهات السياسية الاستراتيجية لدى الاتحاد الأوروبي، تحولت مصر هذا التمسك بتقديرك الإيطالي وتقديم هذه المبادرات، هل لأن اليمين المتطرف هو من يحكم الآن أم لأن إيطاليا بلد عبور للاجئين؟ شكرا كثير لك على نقطة ربط هذا الموضوع باليمين المتطرف، وهذا واضح. اليوم كل دول الاتحاد الأوروبي، ومش يعني هذا مش بالخفاء، كل دول الاتحاد الأوروبي عم تعاني من أزمات اقتصادية كثير كبيرة، وخاصة بعد الحرب الأوكرانية وبعد أزمة النفط والغاز مع روسيا. الدول بكل صراحة اللي بتحكمها اليمين المتطرف عم تحاول تهرب من هاي الأزمات، من مواجهة هاي الأزمات الاقتصادية، وتروح تبرر هذا الشيء إنه لحنا في عنا أزمة مهاجرين وعنا أزمة لاجئين، وشفنا هذا الشيء واضح ببريطانيا. يعني شو اللي صار؟ إنه بعد ما استلم الحزب العمال في بريطانيا الحكم بعد اليمين المتطرف، شو اللي صار؟ ليش تغير هذا الخطاب؟ هل كان بالفعل السبب الحقيقي للأزمة الاقتصادية الموجودة ببريطانيا هو وجود اللاجئين والمهاجرين؟ لا، كل ما هنالك أنه حزب العمال حط النقاط على الحروف مثل ما بيقولوا، وحكى الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية اللي عم تعاني منها بريطانيا. اليوم اليمين المتطرف الحاكم بإيطاليا عم يبرر كل الفشل السياسات الاقتصادية اللي عم يتبعها من تولي الحكم من 3 سنوات لليوم، هو ورمي على اللاجئين والمهاجرين. كيف هو بده يلاقي الحلول؟ بده يلاقي الحلول انه يقول انه نحن علينا التطبيع مع الحكومه السوريه ومن اجل موضوع الاعاده القسريه لسوريا. لكن اليوم النقطه الاساسيه اللي بنعول عليها بالمفوضيه الاوروبيه اللي لليوم مصممه المفوضيه الاوروبيه، وهذا موقف جدا هام، انه للاقات الثلاث لا إعادة تطبيع مع النظام السوري ولا إعادة إعمار مع النظام، إعادة إعمار في سوريا ما لم يقوم النظام باحترام القرار الأمم المتحدة 2254 وتطبيقه. وبالتالي هذا موقف جدا هام للمفوضية الأوروبية اللي عم توقف بشكل مباشر ضد عمليات تطبيع والهروب للحكومات اليمين المتطرف، مثل ما ذكرت لك عم تحاول تهرب بسياساتها. هلا بكره بيجينا ترامب رئيس بامريكا، رح يرجع يعزز وجود اليمين المتطرف بدول الاتحاد الاوروبي، ونحن شفنا بعد هزيمه ترامب بالانتخابات الرئاسيه الماضيه ان صار في انحسار بعده دول لليمين المتطرف وتوسعه بدول الاتحاد الاوروبي، كله مرتبط مع بعضه. وشفنا نحن حتى سياسات ترامب عم يحكي باتجاه المهاجرين واللاجئين كمان، هي السياسات يعني لغه الخطاب تبعه كلها بتعزز
بصراحة بين قوسين همجية اليمين المتطرف تجاه اللاجئين والمهاجرين في دول الاتحاد الأوروبي وفي العالم كله. طيب سيد معتصم، الخطوة المقبلة ستكون إقناع ألمانيا بأن سوريا آمنة بذريعة يعني العودة للاجئين السوريين إلى بلدهم. ألمانيا أكبر بلد تستضيف أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين. برأيك ما تداعيات هذا الأمر إن تمت الضغوطات الإيطالية وتم يعني الاعتراف بأن سوريا بلد آمن من قبل ألمانيا؟ حتى الآن ألمانيا وفرنسا صامدتان. هلا أكيد اليوم كمان إذا نحن بنشوف نقط يعني قوة تأثير الدول بالمفوضية الأوروبية وبالبرلمان الأوروبي، أكيد اليوم موقف ألمانيا وحجم ألمانيا وفرنسا هو أكبر بكثير من حجم إيطاليا وتأثير إيطاليا السياسي على دول الاتحاد الأوروبي. أكيد اليوم هاي الدول اللي بتحترم حقوق الإنسان وبتحترم حالة حقوق الإنسان وبتدعم عمليات اللاجئين واقتصادها كمان قوي، أكيد ما راح تتأثر بالمطالبات اليمين المتطرف بالحاكم إن كان بإيطاليا وإن كان بدول ثانية. اليوم منعول كتير على موضوع توثيق الانتهاكات اللي عم تتمارس من قبل الحكومة السورية، اللي لليوم للآن ما زال السوريين الهاربين من لبنان، من الحرب بلبنان، وعم يدخلوا على سوريا، ما زال عم يتم اعتقالهم وارتكاب انتهاكات بحقهم وانتهاكات جسيمة بتصل لجرائم ضد الإنسانية ضد هدول الأشخاص. فلذلك اليوم التعويل هو على توثيق تلك الانتهاكات، تأكيد أنه النظام السوري غير قادر على الإطلاق على استقبال اللاجئين بهي البنية تبعه، وبالإضافة أنه سوريا هي يعني هشة اقتصاديا غير قادرة أبدا على الإطلاق استقبال اللاجئين. اليوم هذا النظام هو قادر بس يغطي 8-9 مليون اللي هو بيحكمون فقط لا غير، ما له قادر أبدا يكون عنده عملية إنفاق على سوريين آخرين كمان بيدخلوا على سوريا وبتصير عنده القدرة غير كافية على الإطلاق. والتأكيد اليوم كمان على تقارير الأمم المتحدة، يعني آخر تقرير صدر عن اللجنة التحقيق المستقلة الخاصة بسوريا أكدت ما زال النظام عم يمارس تعذيبه. وبالتالي اليوم عم نجرد لحنا النظام، عم نجرد هي الدول اللي عم تدعي لعملية تطبيع مع النظام السوري عم نجردها من أدواتها. أعذرني ولكن ضيق الوقت، أشكرك جزيلا ضيفي المحامي والمختص في القانون الجنائي من الجنائي الدولي من باريس معتصم الكيلاني، شكرا جزيلا لك.